السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل حال. مرحبا بالموسم الخامس من لعبة فورتنايت. مثل ما تلاحظوا هذه هي الشخصيات الخاصة بالباتل باس. طبعا في هذا المقطع راح أشتري الباتل باس أمامكم. أوكي، خلينا نشوف هذا النيو بديت، يعني التحديث الجديد. هذا هو الموسم الخامس، هذه الفكرة اللي أضافوها الجديدة، واللي هي فيها عدة أنواع من الكرات خاصة تنس وسلة وقدم، وبإمكانك أنك تشوتها. فهذا اللي هو موجود قدامنا. إيش يقول لنا؟ باتل باس بريميز. أوكي، هذه أشياء أعطوها لنا. طبعا هذه شاشة الانتظار فيها الشخصيات الجديدة. اوهو، عرض تقديمي امام الجماهير. فهذا هو الشكل الجديد، وهذا شكل اللوبي الجديد الخاص بالانتظار. طبعا ايش عندنا؟ عندنا هنا الباتل باس، وهذه التحديات، وهذه اللوك. ايش اضافوا؟ اضافوا شاشة الانتظار الجديدة، وينها على ما اظن؟ هذه هي شاشة الانتظار الجديدة. ايش اعطونا اخر؟ اعطونا رقصة، او اللي هي هذه خاصة بالعرض الخاص بالجماهير. وايش اعطونا اخر؟ اعطونا، والله الصراحة هذه الاشكال اني عارف يعني ليش يستخدموها اصلا في داخل اللعبة. فهذا الشيء خلينا نشوف المودات. ازالوا اللي هو مود الباتل جراوند، واللي الخاص بالبناء، ويعني تنزل وحدك في الخارطه. طور 50-50 خلوه، لكن يقولوا ليميتد تايم، فيعني انه محدود وفتره راح ينزل. فالصراحه انا احب الاطوار الاضافيه مثل 50-50 وايضا 20-20، فوالله يعني جميله وتخرجك عن اللي هو المود العادي، سواء دو او سولو او سكواد. فهذا الخاص باللعبه. هنا يوجد عندنا بعض اللي هي التحديات، انك تقتل واحد بالسلاح، هنا تدير 150 تأثير بالسكواد، وهنا في مود السولو يقول لك جيب تأثير ب 150 نقطة. وندخل حاليا على الباتل باس. ايش اللي صاير؟ How does it work؟ الله صراحة هذا هو الباتل باس امامنا. فايش فيه؟ هذا اللي هو الشالنج العادي واللي حصلوه الاشخاص العاديين. يوجد هذه اللي هي الشنطة، والله الصراحة ممتازة خاصة على هذه الشخصية. وش عندنا اخر؟ عندنا 100 في بوكس، عندنا هذه المظلة النزول عادية. والله 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 هذه الفأس اللي عبارة عن مفتاح، 100 في بوكس اخرى. والله هذه الشنطة شكلها على رأس لاما. هنا عندنا هذا الايموت، وهذا ايضا، الله الله الله، هذه تصلح لما تكون تقتل سكواد لوحدك او تدمج سكواد كامل او ما شابه ذلك. هذه عندنا اللي هي طريقة نزول اضافوها للطور العادي. تقريبا هذا ما يوجد في الطور العادي. خلينا نشوف اللي هو المهام الخاصة في الباتل باس. عندنا الشخصية الاولى جيدة، والله هذه الشخصية نار، اسمها دريفت. طبعا اضافوا اللعبة على سيارة على مستوى اللعبة. عندنا 100 في بوكس عادي، وايضا يوجد هذه اللي هي مظلة نزول. ايش عندنا؟ هذه الكرة اللي ذكرت انها تقوم برميها، هذه عصا على شكل بالونة، هذه طريقة نزول اخرى، 100 في بوكس. هذه الشخصية ايضا، والله هذه ممتازة صح، وكأنها قائدة دراجة نارية. هذه الرقصة، الله الله الله، هذه كرة تنس تقريبا. انا اكثر شيء يهمني اللي هي الشخصيات. هذه مظلة نزول، هذه ممتازة، هذه مظلة نزول ممتازة ايضا. هذه صراحة عادية جدا، كأنها لاعبة اللي هي الجولف. ايضا يوجد عندنا بالونة اخرى، 100 في بوكس. هذا الدرع، هذا درع ممتاز. هذا رمز، 100 في بوكس في كل اسبوع تحدي. هذه رقصة اخرى، الله الله الله، هذا عندنا بالونة اخرى. وش كاين؟ هذه الشخصية الاخرى، يا اخي الله، شخصيات صراحة اعجبتني اكثر من اللي هو الباتل باس الخاص بالموسم الرابع. ايش هذه؟
مظلة نزول على شكل قارب، كرة أخرى غيرها، وهذه الآنسة. الله، هذا سكن صراحة متعوب عليه، ممتاز. هذه طريقة نزول على شكل كريات، هذه رقصة أخرى. وهذا عنده نوع آخر من الكرات أيضا، ميت ببوكس. وهذه الشخصية الأخيرة، الشخصية الأخيرة يقوله قادر أنك تعدل عليها. أيوه والله نار. شوفوا التعديل كيف على الآخر، تعديل ما عجبني كثيرا، لكن اللي هي التعديلات هذه، مثل هذا رائع، هذا أفضل، وهذا أحسن منهم الكل، لكن الأخير ما عجبني الصراحة. فخلينا نشتري الباتل باس. طبعا أنا عندي 1350 فيبوكس، خليتها من السيزون اللي فات. بإمكانك أنك تشتري الفيبوكس عن طريق كارت شحن أو عن طريق بطاقة ستور، ويقولوا أنهم راح يضيفوا اللي هي ميزة أنك يعني ترسل أصدقائك اللي هو ترسل لهم الهدايا. Can you gift from other؟ ماني عارف هل تم تشغيلها ام لا، فان شاء الله تصير هذه الميزة، يصير يعني شخص صديقك عنده ستور يشتري اللي هو بطاقة ستور من البلاي فور الخاصة به، ويستطيع انه يرسل لك اللي هي الفي بوكس. فخلينا نشتري هذا على بركة الله، بسم الله شرينا. الله على الحماس على الباتل باس. اوكي، ايش عندنا؟ عندنا 50 اكس بي، اوكي، زائد 10، زائد هذه الشخصيه، وزائد هذه الشخصيه، هذه يقولوا عليها تعديلات هي ايضا. هذا الباتل باس اكس بي تقريبا، هذا ما يوجد. مسموح لك يعني هذه الاشاره، و100 في بوكس تقريبا، هذا اللي كان موجود على المستوى خلينا نشوف اللي هي الشخصيات. والله ممتازة هذه الشخصية، هذه التعديلات اللي تطرأ عليها، خلينا نشوفوها في الباتل باس. اوكي، والله ممتاز الصراحة التعديل. شوفوا كم هذا ممتاز، هذا لا بأس، اللي المقنع لا، اللي هي اللبس لا. فتقريبا هذا اللي هو يوجد في الباتل باس. ان شاء الله في الايام القادمة راح ننزل لكم بعض الجيمات، وباذن الله راح تعجبكم. فهذا كان عندي اليوم فقط حول الباتل باس. شكرا لكم على المشاهدة، وانتظرونا باذن الله في الحلقات القادمة. نختم كالعادة هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. دمتم في رعاية الله وحفظه.